بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لكن هيكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهارده في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقيه ومدن القناه ووسط سيناء. في كمان سقوط امطار متوسطه على مناطق من السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، ده هيكون على فترات متقطعه. أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة أيضا، ده مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على تليفون دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن أخبار الجو النهاردة، وخصوصا عايزين نعرف كمان إيه المناطق اللي هيكون فيها سقوط للأمطار. طبعا في استمرار لتأثرنا بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بيكون معاها طبعا سقوط امطار وكمان انخفاض طفيف في قيم درجات الحراره. طبعا سقوط الامطار اليوم هيتواصل يوم الثلاث على التوالي، يمكن احنا بدانا من يوم السبت الماضي سقوط امطار على المناطق الساحليه، وده المتوقع استمرار اليوم. امطار متوسطه على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح، العلمين، الاسكندريه، كمان شمال الوجه البحري زي البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، كمان سواحلنا الشمالية الشرقية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، بعض المناطق من وسط سيناء. فتمتد كمان الأمطار لمناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري، أمطار في مجملها خفيفة، ممكن تزيد عن الخفيفة في بعض الأماكن، وأيضا بعض المناطق من محافظات مدن القناة. الأمطار كلها هتبقى في منطقة دون الأخرى وعلى فترات متقطعة من اليوم. بالإضافة كمان درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، خاصة خلال فترة النهار. عظمى على القاهرة الكبرى متوقع اليوم 29 درجة مئوية، فبالتالي إحساسي بالطقس هيظل طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، طقس معتدل تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فترة النهار وتحديدا في فترات الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمس. لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل انخفاض في درجات الحراره، ملموس اكتر بقى في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، يعني اوقات الفجر وفتره الصباح الباكر هي اللي بنحس فيها بالبروده والاجواء المائله للبروده. الرياح بيزيد شويه معانا، بيبقى في نشاط نسبي للرياح بيخلينا نحس بمزيد من انخفاض في درجات الحراره، وكمان درجات الحراره الصغرى انخفضت. الليل بدات فترته تطول بشكل كبير، فبيحصل تبريد بشكل كبير، فبدانا نحس بالصغرى. الصغرى فتره الليل بتسجل على القاهره الكبرى خلال فترة الليل 21 درجة مئوية، بعض المناطق من محافظات الصعيد بتبقى 17 و18 درجة مئوية، فبالتالي البرودة بنحسها في فترات الليل متأخر فترة الصباح الباكر. نشاط الرياح زي ما قلنا في الأول هو نشاط رياح نسبي غير مثير لأي رمال وأتربة، فقط هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة فترات المساء وساعات الليل، ومش في كل المحافظات كمان. وتبقى طبعا الشبورة المائية الظاهرة الجوية اللي بنحذر منها دايما فترات الصباح الباكر، ساعات الليل متأخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، لكن هي ايضا بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا مع الساعه 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا في الاختفاء، الرؤيه الافقيه بتبدا تتحسن على اغلب الطرق. خلينا نقول كمان ان الاجواء اللي فيها سقوط امطار على المناطق الساحليه وشمال الوجه البحري متوقع استمرارها حتى يوم الخميس القادم ان شاء الله، لكن يعني المناطق الداخليه الحمد لله ما عليهاش ترى سقوط امطار، وما فيش اي تقلبات جويه، يمكن الاهوال مستقره بشكل كبير في المناطق الداخليه، هي المناطق الساحليه اللي فرص الامطار فيها هتختلف من يوم للتاني. بس هو مهم جدا ان احنا ناخد بالنا دايما في فصل الخريف، بنقول لازم نتابع النشرات الجويه لانه وارد اكيد، واحنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي كمان. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا.
معانا لحالة الطقس. خلونا دلوقتي نعرف مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 29، الصغرى 21، عاصمة إدارية 29 21، إسكندرية 26 20، العلمين الجديدة 26 21، مطروح 27 19، دمياط 27 21، بورسعيد 27 22، إسماعيلية 30 19، السويس 30 20، العريش 28 20، كاترين 22 16، طابة 28 21، حلايب 30 25، شلاتين 32 25، شرم الشيخ 32 25، الغردقة 30 23، الفيوم 29 19، بني سويف 30 19، الوادي الجديد 33 19، أسيوط 30 18، سوهاج 31 19، قنا 33 20، الأقصر 32 19، وأخيرا أسوان 34 21. حاولنا نطمن حضراتكم النهارده عن حالة الطقس، لكن نخلي بالنا إن في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الأولى في الصباح الباكر بتكون الجو برد شوية، نخلي بالنا ممكن ناخد معانا جاكيت خفيف علشان مستمرين معاكم في أجواءنا الخريفية. هرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة علشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا كتير.